اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا دائما من خلال شاشه تلفزيون الفجر الجديد. اسعدتم مساء، امسيات رمضانيه وجولات ممتعه بحضوركم وتواصلكم معنا مشاهدينا ومتابعينا. اليوم راح نكون في بلده علمتا مشاهدينا ومتابعينا، وراح تكون في جوله جديده متجدده بصحبه حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اصل الحلو، وحبه واحده ما راح تكفي. لا تنسوا انه حلويات العنبتاوي له اكثر من 18 فرع متواجده ومنتشره في الاردن، بالاضافه الى فرعين، فرع في طول كرم شارع النابلس مقابل مدارس الوكاله، والفرع الثاني في جنين دوار السينما عماره حداد. مشاهدينا ومتابعينا راح نكون معكم مع سؤال وجواب وحزيره وجوائز بانتظاركم من حلويات العنبتاوي اصل الحلو. خليكم معنا من وراء الكاميرا وراء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر علاني، يسعد اوقاتكم مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو. خليكم معنا. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو. زي ما حكينا لكم انه له اكثر من 18 فرع في الاردن وفرعين في فلسطين. الفرع الاول في طول كرم شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله، والفرع الثاني في جنين دوار السينما عماره حداد. ولا تنسوا اصل الحكايه، اصل الحلو، حلويات العنبتاوي. مساء الخير. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. انت بخير. كيفك؟ كيف رمضان معك؟ الحمد لله. الحمد لله. رمضان كويس السنه صح؟ كويس الحمد لله. لا الحمد لله. تعرفنا حالك؟ نعمان النصار. اهلا وسهلا فيك يا استاذ نعمان. نعمان انت اكيد تعرف حلويات العنبتاوي. نعم. شو رايك بحلويات العنبتاوي؟ هلا مش احنا لانه في عنبتا، احكي لي بصراحه، احنا بنحب الصراحه حتى على الكاميرا. هي مشهوره بالوطن في الاردن والضفه يعني. والضفه والكل بشكر منها، الكل بشكر منها. طيب كيف انت والامثال؟ يعني ابو ايش انت؟ ابو اشرف. ابو اشرف، عاشت الاسماء. ابو اشرف بقولوا امشي شهر ولا ايش؟ امشي شهر ولا ايش؟ امشي شهر يا جماعة، مثل امشي شهر ولا ايش بقولوا؟ امشي شهر ولا تأكل لك بطيخة ولا شمامة من هون؟ امشي شهر ولا شو يا شباب؟ ايش ابو اشرف؟ ما مرش عنها، ما مرش. طيب خليه وظيفة، هدي رجع لك تشوف الشباب، نشوف الشباب بيعرفوها ولا بيعرفوهاش. مرحبا. كيفك؟ يعطيكم العافية. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. وانت بخير وصحة مع حلويات العنبتاوي بيكون أزكى وأحلى كمان إن شاء الله. الكل أكيد أكلت من حلويات العنبتاوي. ولا نقاش. بلديات. 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 هلا شو اسمك؟ عصام سنجب. أهلا وسهلا فيك. محمد سنجب. أهلا وسهلا فيكم. كان الأستاذ، أنا بعرفش، أستاذ موسى سنجوك أبوي. أبوك؟ رحمة الله. الله يرحمه. أنا بعتز وبفتخر إني أكون أحد طلابه من الصف الاول للثالث اعدادي في خالد بن سعيد رحمه الله، وكان معلمي الاول فعلا، يستحق كل التقدير رحمه الله. طيب امشي شهر ولا ايش بقولوا؟ والله هذا المثل ما مرش انا. مرش. امشي شهر ولا تتحمل جميلة البشر. كانوا في ناس كثير متحملين جميلتك. هو كل واحد بينقب على حاله حسب مزاجه حسب وضعه. لا مش هيك. امشي شهر ولا ايش؟ والله ما مر علينا. طيب شيء ظهر بدي بدي يا سيدي. طيب بدي اغير لك اياه نشوف. ولا جميلته لا ولا جميلته، هو لسه هذا مثل جديد. طلع بوس الايادي. ضحك على الحال. ضحك على الحال. بوس الايادي ضحك العادي. عادي عادي، ادخل ادخل. بوس الايادي ضحك علحة، وإجابة صحيحة. طيب سيدي، هاي من الحلويات اللي أنا بتاوي، بتسلمها منه أي وقت بدك تروح عنده. مشاهدين مكملين معكم من بلدة عنبتا مع حلويات العنبتاوي أصل الحلو. لا تنسوا بنذكركم كمان أنه منتشر في الأردن 18 فرع، وفي فلسطين فرعين في طول كرم مقابل مدارس الوكالة، والفرع الثاني في جنين دوار السينما عمارة حداد. ويعني حبة واحدة مش راح تكفيك، لأنه فعلا حلو، بدك تضلك تأكل من عند حلويات العنبتاوي. مساء الخير أبو القهوة. الله يسعد مساء. كيفك؟ حياك الله. يعني بقول لك اعمل بايدي ولا جميله الناس قهوي هيك هيك. صحيح صحيح. طيب ابو ايش انت؟ ابو طارق. ابو طارق، طلع محل اللمات والقعدات الحلوه. شهر رمضان له فاكهه ونكهه غير شكل، خاصه بفلسطين غير عن كل الدول، يعني بس بفلسطين له نكهه خاصه. طيب سيدي اسمع السؤال، الحزيره حساس كثير في المحبه وفي الاختيار، واذا تعلق بحدا صار عنده كثير. شو عيدوا عيدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
حساس كثير، في المحبه وفي الاختيار، اذا تعلق بحدا صار عنده كبير كبير. مش القهوه طبعا، رمضان. رمضان يا سلام عليك. لا مش رمضان. والله عاد صعبة هاي أبو طارق، والله ما هي صعبة. على فكرة موجود عند كل واحد القلب. القلب هيك جبته. نعتبره المكاليش أنت اللي كليت. ما هذا هو. القلب يا عمي، القلب فيه المحبة والاختيار، وإذا حب واحد شو بصير يا سيدي؟ بتعلق فيه. شوف أنا حبيتك وتعلقت فيك أبو طارق، ولا ربحك جايزي. شايف كيف؟ بارك هاي المحبة. بارك الله فيك. هاي من الحلويات اللي أنا بتاوي. شو بتحكي له؟ ألف شكر إله. وأصل الحلو العنبتاوي. العنبتاوي. مشاهدي متابعين مكملين معكم مع حلوات العنبتاوي. حلوات العنبتاوي أصل الحلو. لا تنسوا أنه حلوات العنبتاوي هو الأصل دائما. عنده 18 فرع في الأردن وفرعين في فلسطين. الفرع الأول في مدينة طول كرم مقابل مدارس الوكالة، والفرع الثاني في جنين دوار السينما عمارة حداد. لا تنسوا حلويات العنبتاوي أصل الحلو. حبة مش راح تكفيك. مساء الخير. مساء النور. حياك كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. ورمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. كيف أجواء رمضان هون؟ الله الحمد لله. هاي جينا أول مرة نتفرج يعني ما شاء الله. الوضع مجنن. من وين حضرتك؟ من زيتة. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. كيف الوضع هون؟ الله بجنن ما شاء الله. بجنن وبعيد هدوء أحسن. بالضبط. صار في ناس صور بالمدينة صح؟ بالضبط. هاي إشي إيش جديد بعدين هذا الإشي اللي هنا عاملينه؟ إشي جديد ونوعي. نعم بالضبط. طيب إن أنا مع حلويات العنبتاوي. على الراس. شو رأيك بحلويات العنبتاوي؟ والله ما شاء أنا صراحة بعرفهاش بالضبط وين هي يعني، بس أنت جاي شارع نابلس مدارس الوقت. وين الرمز الاول؟ على ايدك اليمين حلويات العنبتاوي بالضبط. جديد هاي جديد. اه صح. معرض مكي ثلاثه. معرض مكي هو جنبه. ايوه جنبه صح. حياك الله. اعرف اعرف. طيب يا سيدي، ما شو اسمك انت؟ وسيم جدع. وسيم، ما هو الشيء الذي يحيا اول الشهر ويموت اخره؟ القمر. ايش القمر؟ هلا انت بتسال فيي ولا بتجاوب؟ بدي تعطيني جواب. قمر، شمس، ليل، نار، اعطيني القمر. الهلال يعني. والهلال بس بيطلع اول شهر وبنتهي اخره. طب ما هو الراتب نفس الشيء. والراتب تبعنا هيك نفس الشيء يعني تقريبا. بحيا اول شهر بموت باخره تقريبا. حتى مش باخره والله، بنص ب 10 ايام الاولى بموت. الخمسه وحياتك. الخمسه لاصحاب الرواتب. الخمسه خمس شهر بموت يا سيدي. طيب ما هو الشيء الذي يحيا اول شهر ويموت اخره؟ شو هو يا عمي؟ اجابه اخيره اعتمدها. اخيره أخيرة. إحنا للأسف كنا حابين نربحه، بس للأسف هات. أنا لأول مرة بتعطي كمان لواحد أعطيه جائزة وإجابته غلط. كيف أنا معك؟ أول مرة بعمل صح؟ طب بس تعرف الإجابة قبل. هسه بعطيك الإجابة يا سيدي. حياك الله. هاي من حلويات أنا بتاوي. شكرا لك. تقدر أنت بروح تأخذها. شكرا لك. هلا بدك الإجابة؟ تفضل. القمر. حياك الله. حياك الله. طيب شو تقول حلويات أنا بتاوي؟ شكرا لكم، بالتوفيق إن شاء الله. ولا الامام كل عام وانتم بخير. طب كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير علينا وعليك. اذا المشاهدين متابعينا كنا مع حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اصل الحلو. لا تنسوا دائما يعني حبه واحده مش راح تكفيك. حلويات العنبتاوي شيء مميز يعني، انا اشهد لله انه شيء مميز من الاخر. كما يعني واحد اختيار قال لي ابو مسعود انه شيء من الاخر وفاخر من عند حلويات العنبتاوي. طول كرم شارع نابلس مقابل مدارس الوكالة. مشاهدينا أشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة. نلقاكم غدا إن شاء الله في أمسية جديدة متجددة بصحبة حلويات العنبتاوي أصل الحلو. من وراء الكاميرا وراء عمر خباب الأسمر، ومني أنا منتصر العناني. يسعد مساكم. حلويات العنبتاوي أصل الحلو.